موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وصلى الله على سيدنا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف حفظه الله في الطريق إلى المدينة: حين خمدت نار الطلب توقفت أعمال دوريات التفتيش وهدأت سائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة 3 أيام بدون جدوى، تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى المدينة، وكان قد استأجر عبد الله بن أريقة الليثي، وكان هاديا خريتا أي ماهرا بالطريق، وكان على دين كفار قريش، وأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما، وذلك أنه كان رجلا أمينا ولا يفشي سرا، وبعض الكفار يمكن أن ينتفع بهم إذا علمت صفاتهم التي تحقق مصلحة المسلمين، ووجوده على دين قومه لا يمنع استئجاره، فيجوز للمسلم أن يستأجر الكافر في عمل مباح ولو كان عملا في مصلحة الدعوة كمثل هذا العمل، وهذا فيما يجوز فيه الاستعانة بالكفار من أن يكون أجيرا يعمل عملا معينا على قدر خبرته في هذا المجال دون أن يكون له في ذلك يعني تسلط على أهل الإسلام، وإنما يعمل أجيرا إذا كان مأمونا على ذلك. ومثل هذا كل عمل فيه إجارة لكافر له خبرة في مجال معين كطب أو هندسة أو كيمياء أو جغرافيا أو غيرها، إذا كان مأمونا وأمانته تعرف بالتجربة والخبرة بحاله. قال: وأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما. فلما كانت ليلة الاثنين غرة ربيع الأول 1 من الهجرة، جاءهما عبد الله بن أريقة بالراحلتين. وحينئذ قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: بأبي أنت يا رسول الله، خذ إحدى راحلتي هاتين. فقرب إليه أفضلهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن، يعني يشتريها منه صلى الله عليه وسلم. مع أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنفق ماله مرات في سبيل الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قابل منه نفقته، وقال: إن أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولله المنة ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، حرصا على النفقة في أعظم عمل يبنى عليه كل جهاد ودعوة في سبيل الله عز وجل بعد ذلك. هذه الهجرة المباركة بني عليها كل خير، وتأسست بها دولة الإسلام، وتمكن المسلمون من الجهاد في سبيل الله، ونصر الله عز وجل دينه بهذه الهجرة، فكانت المشاركة المادية في ذلك مما يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففرصة لكل إنسان يجد وجها ينفق في سبيل الله في إعلاء كلمة الله أن ينتهز هذه الفرصة، ليس أنه يرى نفسه يتحمل شيئا، ولكنها فرصة تنتهز لينفق في سبيل الله عز وجل، كما حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفق وأن تكون في رحلة الهجرة، وأن يكون سفره على راحلته هو. فلذلك قال لأبي بكر بالثمن. قال: وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها رضي الله عنهما لسفرتهما، ونسيت أن تجعل لها عصاما. السفرة هو ما يجعل للمسافر، وأصل كلمة السفرة التي نستعملها هو ما يجعل للمسافر من طعام، ويعني
يوضع على ثوب أو نحو ذلك، فلم تجعل لها ما تربط به مثل هذه السرة، لم تجعل لها عصاما، يعني بعد ما تربط السرة عايز حاجة فيه تربطها. فلما ارتحل ذهبت لتعلق السفرة، تعلق السفرة يعني، فإذا ليس لها عصام، ليس لها شيء تعلقه منه، فشقت نطاقها باثنين، فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخر. النطاق ده ما تربط به المرأة وسطها وإزارها لكي لا يعني يقع نحو ذلك، فسميت ذات النطاقين. شقت نطاقها فعلقت السفرة بواحد وانتطقت، ثم انتقت بالآخر، فسميت ذات النطاقين، وهذا ثبت في صحيح البخاري. قال: ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وارتحل معهم عامر بن فهيرة، وأخذ بهم الدليل عبد الله بن أريقط على طريق الساحل. وأول ما سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن، ثم اتجه غربا نحو الساحل، حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالا على مقربة من شاطئ البحر الأحمر، وسلك طريقا لم يكن يسلكه أحد إلا نادرا. وقد ذكر ابن إسحاق المواضع التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق. قال: لما خرج بهما الدليل سلك بهما أسفل مكة، أي جنوبا، ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عسفان، ثم سلك بهما على أسفل أمج أو أمج، ثم استجاز بهما حتى عرض بهما الطريق بعد أن أجاز قليلا، ثم أجاز بهما من مكانه ذلك، فسلك بهما الخرار أو الخرار، ثم سلك بهما ثنية المرة، ثم سلك بهما لقفا، ثم أجاز بهما مدلجة لقف، ثم استبطن بهما مدلجة مجاح، ثم سلك بهما مرجح محاج، ثم تبطن بهما مرجح ذي الغضوين، ثم بطن ذي كشر، ثم أخذ بهما على الجدارد، ثم على الأجرد، بكل أسماء أماكن، ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعداء مدلجة داهن، ثم على العباريد، ثم أجاز بهما الفاجة، ثم هبط بهما العرض، ثم سلك بهما ثنية العائر عن يمين ركوبة، حتى هبط بهما بطن رائم، ثم قدم بهما على قباء. يقول: وهاك بعض ما وقع في الطريق. روى البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه قال: أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق. أسرينا يعني سرنا ليلا، ساروا ليلا، لم كما يستغنون فرصة في السير بالليل. ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة، يعني حتى انتصف النهار، وخلى الطريق، أصبح الطريق لا يمر عليه أحد من شدة الحر، لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس، فنزلنا عنده. رفعت لنا يعني يسر الله أن ظهرت لنا صخرة طويلة، ذلك أن الإنسان كلما مر أو سار في الأرض يرى أجزاء كانت في الحقيقة هي إيه؟ تحت مستوى نظره، فإذا سار فكأنها إيه؟ رفعت. الأرض كروية، وهذا فعلا كلام صحيح، يعني ليس فقط مجاز في الكلام بل هو إيه؟ صحيح فعلا، هو أصلا بيبقى السائر الأجزاء التي لا يراها من الأرض تكون تحت مستوى نظري، فإذا سار قليلا فإنها بمنزلة ارتفاعها. قال: لها ظل لم تأتي عليه الشمس، لأنها صخرة طويلة فلها ظل، فنزلنا عنده، وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت عليه فروة، وقلت: نم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنفض لك ما حولك، يعني ينظر فيما حوله ويزيل كل خطر أو كل ما يقلق من حوله. قال: فنام، وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة،
يريد منها مثل الذي أردنا، يريد الظل، لأن رأى صخرة طويلة فأراد الظل. فقلت له لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل المدينة أو مكة، شك من الراوي يعني، سمى رجلا. قلت أفي غنمك لبن؟ قال نعم. قال أفتحليب؟ قال نعم. على عادة العرب في الإذن لمن مر بهم أن يحلبوا وأن يكرموا من مر بغنمهم، أو أن ذلك الشخص كان على علاقة بأبي بكر رضي الله عنه وجزم بأن ذلك مما يطيب به نفسه. والصحيح الأول أن هذا من عادات العرب في الكرم، أن كل من مر بغنمهم أو إبلهم من مسافر حلبوا له وسقوه من ذلك. قال فأخذ شاتا، فقلت انفض الضرع من التراب والشعر والقدى، انفض ضرع الشان من التراب والشعر والقدى. فحلب في كعب كثبة من لبن، ومعي إداوة، إناء ذا قربة فيها ماء، حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه، فوافقته حين استيقظ. يعني كان أثناء رجوعه يكره أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يستيقظ، فوجده قد استيقظ بالفعل. فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، برد أسفل اللبن، هذا ليس من الغش، إنما هو من إيه؟ من يعني تطيب اللبن، هذا طبعا ليس للبيع ولا لمجرد التكثير، بل لتبريد اللبن، فإضافة الماء على اللبن بهذا الغرض لا بأس به. فقلت اشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب حتى رضيت، رضي الله تعالى عنه، رضي يعني شرب حتى كفاه الشرب، والواقي يعبر حتى رضيت لأجل شرفه الشديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ألم يأن الرحيل؟ قلت بلى. قال فارتحلنا. كان من داب أبي بكر رضي الله عنه أنه كان ردفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان شيخا يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر سنا من أبي بكر بسنتين، فمع ذلك كان الشيب قد دب إلى أبي بكر رضي الله عنه أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يظنون أن أبي بكر أكبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان قد دب إليه شيء. قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني الطريق، فيحسب الحاسب أنه يعني به الطريق، وإنما يعني سبيل الخير، يظن أنه يريد الطريق الحسي هو الطريق إلى المدينة، وأراد الطريق إلى الله عز وجل. قال وتبعهما في الطريق سراقة بن مالك. قال سراقة بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، ومدلجي بني مدلج يعني قومه، أقبل رجل منهم حتى قام علينا، ومن الأماكن اللي هو سلك بهم كما ذكرنا يعني ابن إسحاق أنه مر على بني مدلج. قال بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة بالساحل. الأسودة الشخص يرى من بعد، شخص الإنسان يرى من بعد يسمى أسودة، أراها محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم. قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، يعني نحن على معرفة بهذا، وهؤلاء فلان وفلان خرجوا بمعرفة منا بأعيننا تحت رعايتنا بمعرفتنا، انطلقوا بأعيننا، وذلك مما قدره الله عز وجل حماية لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. قال ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت، فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وهي من وراء أكمة، وراء تل صغير تجعلها
فجع الفرس من وراء الأكمة فتحديثها عليه، فأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، خرج من ليس من الباب، خرج من مؤخرة البيت، فخططت بزجه الأرض وخططت عليها، يعني وطى الرمح عشان ما يقلش من وراء البيت يظن أحد أنه خرج، وخططت عليها حتى أتيت فرسي فركبتها. قال فعرفتها تقرب بي حيث دنوت منهم، فعرفتهما يعني حين قربت به فرس وحين دنا منهم. قال فعثرت بي فرسي فخررت عنها، الفرس تعثرت فوقع هو عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره وهو أن لا يضرهم، إنه كان خرج طالبا الدية التي جعلتها قريش لكل واحد منهما، جعلت فيه دية، دية الرجل 100 من الإبل في الواحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر. قال فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت. وأبو بكر يكسر الالتفات، أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت ثقة وطمأنينة وتوكلا على الله عز وجل، أبو بكر يكسر الالتفات أخذا بالأسباب حرصا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ساخت يدا فرسي في الأرض حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها. ساخت يعني غاصت أقدام فرسيه الأماميتين في الأرض حتى بلغت ركبتي الفرس فخررت عنها، سقط عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان. إذا لأثر يديها غبار ساطع يعني غبار كثير في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره وهو لا تضرهم، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم. وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، جعلوا في من يأتي بك 100 من الإبل، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرجعاني، لم ينفصاني شيئا مما معي، لم يقبل شيئا من الزاد والمتاع، ولم يسألاني إلا أن قال اخفي عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أم، فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدم من جلد من أدم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استمر يعني في السفر، كان مقر بني مدلج بالقرب من رابغ، تبعهما سراقة حينما كان مصعدين من قريد، هو بعد عسفان. وفي رواية عن أبي بكر قال ارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا منهم أحد غير سراقة ابن مالك ابن جعشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لاحقنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. فرجع سراقة فوجد الناس في الطلب، لأنه كان فكر هذا التفكير بناء على كلام الرجل، فهناك من سمع كثيرا، يعني هناك أكثر من واحد قد سمع أن هناك أسودة بالساحل، ربما كانت محمدا صلى الله عليه وسلم، وكل راغب في المكافأة الكبيرة التي جعلت في من يأتي بهما
حيين أو ميتين؟ قال فوجد الناس في الطلب فجعل يقول قد استبرأت لكم الخبر، قد كفيتم ها هنا. وكان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا لهما. الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وكان سراقة في ذلك التاريخ على دين قوم إلى أن أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. قال ومر في سيره ذلك أو في مسيره ذلك بخيمة أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة، برزة تبرز للناس وجلدة قوية، تحتبي بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقي من مر بها. فسألاها هل عندك شيء؟ فقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى والشاء عاجب. وكانت سنة شهداء، سنة قليلة المطر قليلة انبات العشب، فالشاء عازب ليس فيها لبن، ولو كان عندنا شيء ما أعوزكم أن تطلبوا قراكم، ولكن كنا قدمناه لكم بغير طلب. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة في جانب الخيمة، فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني هي أضعف واحدة في الغنم، ولذلك لم تستطع أن تلحق بالغنم حين خرجت لطلب القليل من العشب. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. فقال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي وأمي، وإن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه وذرت، فدعا بإناء لها برضب الرهف فحلب فيه حتى علته الرهوة، فسقاها فشربت حتى رويت، وسقي أصحابه حتى رو، ثم شرب صلى الله عليه وسلم، وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها فارتحلوا. فما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا، طوحوا كذا عني من الهام. فلما رأى اللبن عجب، فقال من أين لك هذا والشاة عاجب ولا حلوبة في البيت؟ فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديده كيت وكيت ومن حاله كذا وكذا، قال إني والله أراه صاحب قريش الذي تطلبه، ففيه لي يا أم معبد. فوصفته بصفاته الرائعة بكلام رائع كأن السامع ينظر إليه وهو أمامه، فسننقله في بين صفاته صلى الله عليه وسلم في آخر المقال. فقال أبو معبد والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، لقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعون ولا يرون القائل جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نجلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم. فيا بقصي ما جوى الله عنكم به من فعال لا يحابى وسؤددي، ليهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. قالت أسماء ما دوينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات والناس يتبعونه ويسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من أعلاها. قالت فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة. وفي الطريق لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا بريدة وكان رئيس قومه، خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رجاء أن يفوز بالمكافأة الكبيرة التي كان قد أعلنت عنها قريش. ولما واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه أسلم مكانه مع 70 رجلا من قومه، ثم نزع عمامته
حين متى وعقدها برمحه فاتخذها راية تعلن بأن ملك الأمن أو ملك الأمن والسلام قد جاء ليملأ الدنيا عادلا وقسطا. وفي الطريق لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير وهو في ركب المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضاء. وفي يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول سنة 14 من النبوة، وهي السنة الأولى من الهجرة، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء. قال عروة ابن الزبير: سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. حر هو الحجارة السوداء التي على طرف المدينة. قال: فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم حصن من حصونهم بأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين، لأنهم لبسوا ثيابا بيضاء، يزول بهم السراب، يعني يراهم الناظر ويختفي نظره عنهم أحيانا لشدة البعد ولوجود السراب. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. جدكم يقصد يعني الجد صاحب المنزلة العظيمة. فسار المسلمون إلى السلاح. قال ابن القيم: وسمعت الوجبة الصيحة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه صلى الله عليه وسلم، وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفين حوله والسكينة تغشاه، والوحي نزل عليه: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال عروة بن الزبير: فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف هو سكان قباء، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبو بكر أو يجيء أبا بكر، حتى أصاب في الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال، وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها. فعلا كان يعني أضوأ يوم في المدينة، كما قال أنس رضي الله عنه أنه ما مر عليه يوم مثل يوم قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. قال: وقد رأى اليهود صدق بشارة حبقوق النبي عندهم في الكتب السابقة، الله أعلم هل كان هناك نبي اسمه حبقوق أم لا، فإن هذا من الأخبار الإسرائيلية، إلا أنه عندهم. قال: إن الله جاء من التيمام والقدوس من جبال فرعون، واللفظ فيه تغير، ويقولوا إن الله قد جاء، يقولوا إيه أشرق الرب من ساعير وتلألأ، من هو يقول إيه جاء الرب من سيناء وأشرق من جبال ساعير في قلب بيت المقدس وتلألأ من جبال فرعون. فران اللي هي بلاد جبال الحجاز. فده ظاهر ان نور ربنا سبحانه وتعالى الوحي المنزل من عند الله عز وجل سوف يظهر من هذا المكان بقوة عظيمة، تلألأ بمعنى ظهر نوره بشدة. فأعظم نور ظهر في الورود نور الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال فرعون، وهذه موجودة في التوراة.
قال: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم ابن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة، والأول أثبت. ومكف علي بن أبي طالب بمكة ثلاثا حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، ثم هاجر ماشيا على قدميه حتى لحقهما بقباء ونزل على كلثوم ابن الهدم. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء 4 أيام: الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. وأسس مسجد قباء وصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة. فلما كان اليوم الخامس يوم الجمعة ركب بأمر الله له، وأبو بكر رزقه أي يسير خلفه، وأرسل إلى بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم، أخوال أبيه يعني، فجاءوا متقلبين سيوفهم، فسار نحو المدينة، فأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا 100 رجل. رواه البخاري. دخول المدينة. وبعد الجمعة دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ومن ذلك اليوم سميت بلدة يثرب بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعبر عنها بالمدينة مختصرا المدينة. وكان يوما تاريخيا أغر، فقد كانت البيوت والسكك ترتد بأصوات التحميد والتقديس، وكانت بنات الأنصار تتغنى لهذه الأبيات فرحا وسرورا: أشرق البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. ابن القيم رحمه الله يقول أن هذه الأشعار كانت عند مرجعه من تبوك، وهو الصحيح، لأن ثنيات الوداع في أعلى المدينة في شمال المدينة، وأما قباء ودخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان جنوب من جنوبها، فثنيات الوداع كما يقول ابن القيم في شمال المدينة، وهي على الطريق العائد من تبوك لا على الطريق الداخل من قباء. هو الشيخ بيقول لم يأتي ابن القيم بدليل يشفي عن ذلك، فكلام ابن القيم أقرب إن شاء الله. قال: والأنصار لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة، إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطاما راحلته هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فكان يقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم، فبركت ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم حتى نهضت، وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم، وكان من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك، فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم، وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع رحله. وجاء سعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده. وفي رواية أنس عند البخاري قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ أي بيوت بني النجار وما أهل النبي عليه الصلاة والسلام أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال: قوموا على بركة الله. وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة وبنتاه فاطمة وأم كلثوم وأسامة بن زيد وأم أيمن، وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة، وبقيت زينب عند أبي العاص لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد بدر. قالت عائشة: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، صابته معك، كانت المدينة وبيئة، كانت بلدا كل من ينزل بها
من الغرباء يصاب بحمى شديدة، فأصيب أبو بكر وبلال بهذه الحمى، فدخلت عليهما فقالت: يا أبه كيف تجدك؟ يا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. يعني يشعر أنه على وشك الموت، أدنى من شراك النعل، لأنه أقرب من سير النعل. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع آخرته ويقول: ألا ليت شعري هل أليتن بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه جنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. اللي هو إيه؟ جبال مكة، هو عمال يحلم بإيه؟ بأن يرجع مكة، أو يعني يحلم بالحياة فيها، وذلك أنه نشأ فيها منذ صغره، ومكة هذه قذف الله حبها في القلوب، فأنه لقي فيها الأمرين من العذاب، ومع ذلك فهو يتمنى أن يبيت بواد حوله الإذخر، اللي هو إيه؟ الحشيش بتاع مكة، الإذخر وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوم مياه جنة، جنة مكان أيضا يعني كان به سوق مشهور، وهل يبدون لي شامة وطفيل دي الجبال بتاعتهم. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، الذي يقول أبو بكر والذي يقول بلال من الشوق إلى مكة والحزن على فراقها، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبها، وصححها وبارك في صائها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وقد استجاب الله عز وجل دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبالفعل صارت الجحفة مكانا وبيئا لا يسكنه الناس، ولذلك نقل الناس الميقات إليه أقرب بلد إليها، وهي رابغ، لأن الجحفة ميقات أهل مصر والشام، ومع ذلك فأصبحت قرية مهجورة غير مسكونة، وكانت هي الميقات على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حمى المدينة نقلت عنها، وأصبحت المدينة من أطيب البلاد جوا، ولذلك لم يعد المسلمون يجدون فيها ذلك الوباء وذلك التعب الذي كانوا فيه. فاستجاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في الدعاء للمدينة، وصاروا يحبون المدينة حبا عظيما، حتى صار هذا الحب فعلا يعني يظهر في البلاد والأرض بكل مسلم، أثرا يعني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وذلك بأمر الله عز وجل. فصار كل من ينظر مثلا إلى جبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فمن ينظر إلى هذا الجبل لابد أن يشعر نحوه بالمحبة فعلا، وكذلك أرض المدينة عموما، فهي كل مؤمن يحبها يعني كحب مكة المكرمة، وهي هما أحب إليه من وطنه وبلده الذي نشأ فيه. إلى هنا انتهى قسم من حياته صلى الله عليه وسلم، وتم دور من الدعوة الإسلامية، وهو الدور المكي، وبعد ذلك الحياة في المدينة، وهو العهد المدني، وقسم المؤلف فيها ذلك العهد إلى ثلاث مراحل: مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن، وأقيمت فيها العراقيل من الداخل، وزحف فيها الأعداء إلى المدينة لاستئصال خضرائها من الخارج. هذه المرحلة تنتهي إلى صلح الحديبية في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة، والمرحلة الثانية مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية، وتنتهي بفتح مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة، وهي مرحلة دعوة الملوك إلى الإسلام. والمرحلة الثالثة مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا، وهي مرحلة توافد القبائل والأقوام إلى المدينة، وهذه مرحلة تمتد إلى انتهاء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. أقول قول هذا وأستغفر الله. هل في الأناشيد الإسلامية من شيء يشهدن لدخول النبي صلى الله عليه وسلم وتغني بنات الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الأناشيد أو الجد الأشعار عموما إذا استعمل في وقته وبالقدر الذي يجوز دون مصاحبة محرمات لم يكن به بأس، ونعني في وقته كما كان في المناسبات، في يوم العيد، في السفر، في الجهاد عند القدوم أو الخروج فرحا بقدوم
القادم أو عند خروجه تشجيعا له على القتال ونحو ذلك فهذا لا بأس به. وأما أن يكون ديدانا للإنسان استغني به عن تلاوة القرآن فذلك مما لا يجوز. وكذلك مما لا يجوز أن يكون مصحوبا بآلة مثل آلة غير الدف مثل المعازف الموسيقية المعروفة من العود وغيره من ذلك الطبل، لأن الطبل ليس كالدف، صوت الطبل فيه رنة قوية غير الدف الذي هو بغير يعني خلاخيل بغير أي صاغات معروفة، فهذا ليس صوته بالصوت الموسيقي المعروف. وكذلك من الأمور المحرمة أن يكون من النساء البالغات اللاتي يخضعن بالقول، فضلا أن تظهر المرأة من عورتها أثناء التغني، فذلك محرم بالإجماع بلا نزاع بين المسلمين. فإن كان الأمر كما ذكرنا فلا بأس، أما أن يكون هو وقت يعني يستعمل أن يكون الإنشاد يستعمل على الدوام كما يفعله الكثيرون أو مصحوبا بآلة فهذا مما لا يجوز. يقول: كيف أجمع بين طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل، وطلب العلم يكون في كل وقت، الليل في الدرس والنهار في المذاكرة؟ تقسيم الوقت عموما، يعني أنا مش فاهم الجزء الأخير من السؤال، لكن عموما الأمر يحتاج إلى تقسيم الوقت. تذاكر عدد معين من الساعات، وتطلب العلم عدد معين من الساعات، وتحضر بعض الدروس، وتحذر من تضييع الأوقات فيما بين ذلك، لأن تقسيم الوقت إن شاء الله ييسر لك الجمع بين هذه الأمور. أخته تعمل في محل كوافير، هل يحق لي أخذ بعض ما المال في منها وقبول ما تشتريه؟ يعني تزيين المتبرجات يسرن في الطريق بشعورهن مكشوفة محرم، وأخذ المال على ذلك ليس بطيب، وإن كانت يعني هي تستحقه ويجوز التعامل معها فيه أخذا وقبولا وبيعا وشراء، ولكن هذا المال ليس بطيب، فالأفضل أن لا تأخذ منها هذا المال إلا أن كانت تعمل في قسم المحجبات ولا تتجاوز هذا القسم، لأن وأيضا لا تكون تعمل الحواجب ونحو ذلك، فإن نمص الحواجب تكون به نمصة، والعمل على الأجرة ذلك محرمة لذاتها لا يجوز قبولها. فننصحه بأن يترك هذا المال إذا كان محل الكوافير هذا تعمل فيه في الأقسام قسم غير المحجبات. النمص محرم لذاته، تزيين شعر المرأة محرم إذا كشفته وليس محرما لذاته. يبقى هذا العمل منها تأثم عليه، ولكن هي تستحق الأجرة وتؤمر المرأة بتغطية شعرها. هل يمكن شرب اللبن بعد حلب مباشرة دون أن نغليه وليس في ذلك ضرر؟ مع البركة إن شاء الله بإذن الله تعالى نعم، ومع عدم تيسر الغلي فنعم أيضا. وفي مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فنعم ثم نعم ثم نعم. هل يمكن نسمع الجن إذا تكلموا دون أن نرى صوتهم؟ هذا ممكن ومحتمل، ولكن ليس بالأصل، إنما هذا أمر نادر خارق للعادة، يمكن أن يقع مثل هذا الأمر ولكن ليس هو الأصل المعتاد. صحة ما يروى في السيرة عن العنكبوت الذي نسج خيوطه على باب الغار والحمامة التي غابت على باب الغار، هذا يروى بغير إسناد صحيح، ولكن أكثر السيرة بغير إسناد كما نعلم، أكثر السيرة رواية ابن إسحاق مثلا تجدها مرسلة من غير أن يذكر سندا، فالله أعلم هل حدث ذلك أم لا. نحن لا نجزم بنفي ولا نجزم بإثباته. قلنا في مقدمة الكلام على السيرة عموما أنها مما لا أصل له، ولكن ما كان فيها من وقائع تؤيدها وله يعني الأدلة العامة والشواهد نستفيد منه. هل ما قاله أبو بكر وبلال رضي الله عنهما من الانتماء المذموم إلى الوطن والأرض والتراب؟ ليس كذلك،
بل لحب مكة التي جاء فطر الله عز وجل قلوب عباده على حبها. وبلال اصلا دي مش بلده، بلال اصلا ايه؟ حبشي. ومع ذلك نشأته بمكة، لان مكة لها جاذبية خاصة في القلوب، جعل الله الافئدة تهوي اليها. فليس ذلك الا انه نشأ في هذه البلد ومع ذلك تركها لله عز وجل. هل يدل على ضرورة حب الوطن والانتماء الشديد له؟ لا، ليس كحب مكة. ونحن نحب مكة اشد من وطننا، ونحب المدينة اشد من وطننا، ولكن لا شك ان الانسان يعني يألف مكانا معينا ومسكنا معينا يستريح فيه، هذا مما لا شك فيه. الحي بتاعه حتى كمان يكون اكثر ألفة له من الايه؟ من الحي الغريب. فمنزله الذي يرتضيه يعني احب اليه من البعيد. ولكن الحب الشرعي يكون لمكة والمدينة مقدما، فلا حب شرعي وافق حب فطري عند بلال وابي بكر رضي الله تعالى عنهما. كيف يتخلص الانسان من الرياء؟ كثرة ذكر الله عز وجل والفكر في الاخرة والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى، وكثرة ذكر الجنة والنار حتى يطلب الانسان الجنة ويعوذ به من النار، وكثرة القراءة في خطر الرياء وعقوبته وذمه، ثم بالدعاء والتضرع الى الله عز وجل ان يجعل اعمالنا كلها صالحة، ان يجعلها لوجهه خالصة لا يجعل لأحد فيها شيئا. الذي اقسم ان يخبر والده لما صنعت والدته من باي شيء من المنزل دون علم الوالد، ماذا يفعل في هذا اليمين؟ يأمرها بان ترد هذا الشيء وترجعه، او ترجع مثله الى المنزل بالثمن، ويكفر عن يمينه ولا يخبرها ولا يخبر والده. ويعني ان كان يعني هي تستمر على ذلك ولن ترتدع عن اخذ اشياء من المنزل وبيعها الا اذا اعلم الوالد، ولم تقبل ان ترد هذا الشيء فليخبر والده. لكن اذا ردت هذا الشيء الى المنزل او ردت مثله فنعم، فلا يخبر الوالد ويكفر عن يمينه. مسألة الذهاب الى السحرة عليك النصيحة، ونسأل الله عز وجل ان يعافينا وجميع المسلمين من هذا البلاء. اقول قولي هذا واستغفر الله.